السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات سكول نيوز بيبر. سكول نيوز بيبر يعني جريدة المدرسة. فيميل يعني أنثى وعكسها ميل، بشيل الإف إي دي تبقى اسمها ميل يعني ذكر. فيميل. بايلوت يعني طيار. إيرلاين لها معنيين، معناها خط جوي أو معناها شركة طيران. أبرود يعني خارج الدولة أو خارج البلاد. Go ahead معناها تفضل قول، تفضل اتكلم، تفضل ادخل. أوبرا طبعا ده فن الأوبرا، الموسيقى المشهورة دي اللي بيقعدوا يعلوا فيها صوتهم قوي دي، تمام. جاز وده برضو موسيقى، الجاز موسيقى برضو مشهورة جدا يا جماعة في أمريكا. The Statue of Liberty يعني تمثال الحرية. The Statue of Liberty طبعا تمثال الحرية، تمثال الشهير اللي موجود في نيويورك.